يلا من عارف مرتين واقف وقف خاطئ بشارة المفرد باتجاه الغرب. يتم الآن التركيز على رقم اللوحة ومخالفة المركبة حرف الألف والصاد والطاء. 8105 ألف صاد طاء 8105. لحظات إن شاء الله وتحرر المخالفة على المركبة. يتم الآن متابعته والتأكد من رقم اللوحة. هذه المخالفة مخالفة مباشر بدون رجوع إلى العسكري اللي في الميدان. تم الآن تحرير المخالفة على صاحب الهايلوكس اللي قبل الحلقة. وقوف خاطئ في الشارع العام معرض لحركة السير. يتم الآن التركيز على رقم لوحة. يتم الآن ألف ميم واو 2827 ألف ميم واو 2827. هذه مخالفته وقوف خاطئ بالشارع العام معرض لحركة السير.